لو تسألني بعد ما اشوف تقرير زي ده اتمنى ده يستمر، ما يبقاش ليه علاقة بعيد الاضحى بس، يبقى على مدار العام. هتيجي تقول لي طب لما الداخلية تعمل كده امال التموين تعمل ايه؟ اقول لك بطل نفسنا بقى ونوقع بين الوزارات. يا عم خليهم يتعاونوا، المهم اللي يعمل واللي يمد ايده، يعني كله في الاخر لمصلحتك كمواطن. الداخلية مش هتعمل كده بس في العيد، الداخلية ايضا استعدت لتنظيم المرور. هو البلد بتبقى فاضية، مش عارف ينظم المرور ازاي في العيد، بالعكس ده ادارات المرور المفروض تاخد اجازه، بس تعالوا هم قاعدين في الشارع نشوف هيعملوا ايه. كل سنه وانتم طيبين، احنا معاكم على الطريق. نتمنى لكم سفر امن واجازه سعيده. بلاش السرعه الزياده، مش هتفرق في وقتك كتير. راجع صلاحية الإطار وتيل الفرامل واربط حزام الأمان. خلي إيدك في إيدينا، حمايتك واجب علينا. والداخلية مش مرور بس، الداخلية بتقول لكل فتاة وامرأة مصرية انزلي واحنا معاكي، مش هيبقى في تحرش في العيد. تحية للداخلية على هذا المجهود، ونشوف الفيلر اللي هي عامله ده. كل سنة وانت طيبة، بمناسبة العيد اخرجي وتفسحي براحتك. مفيش حد يضايقك او يتعرض لك، هتلاقينا موجودين حواليكي في كل مكان. حريتك حق وحمايتك أمانة. خلي إيدك في إيدينا، حمايتك واجب علينا.